Example number 3. A double riveted. Double riveted. Double cover. Butte joint. شوف شلون نتخيل المثال. نقسم المعطيات. Double riveted معناها أنا عندي كم ريفت؟ عندي 2. Double cover. Butte joint يعني عندي النوع الثاني من الجوينت اللي بيوت. كم كفر بي؟ أما يجي سنجل كفر أو دبل كفر. هذا النوع اللي هو عندي بليت رقم 1 وبليت رقم 2 يكون مت رأسات رأس برأس، وعندي كفر بليت من الأعلى وكفر بليت من الأسفل. مرات يجي سنجل كفر، سنجل كفر معناها فقط واحد بالأعلى أو بالأسفل، أو دبل كفر مثل ما هسه هنا عندي. أوكي، بالأعلى بليته وبالأسفل بليته مربوطات. وفي بعد شنو يقول لك دبل ريفت؟ دبل يعني عندي دبل ريفت بكل جانب. اوكي، هنا نخلي ببالنا احنا قلنا حساباتنا تكون على جزء واحد فقط، اما هذا الجزء او هذا الجزء. يعني هذا راح يتعرض الى قوه مقدارها بي، وهذا راح يتعرض الى قوه مقدارها بي. انا اسوي حساباتي على جزء واحد فقط. اوكي، ايش مطيني المعطيات؟ In a plate 20 millimeter thick. Thick يعني ثخن أو عرض البليتة هذه. T تساوي 20 millimeter. Okay. Is made with 25 millimeter diameter. Diameter of rivet. D تساوي 25 millimeter. بعد rivet at 100 مليمتر بيتش، يعني المسافة بين الريفت الواحد إلى المنتصف هنا البيتش تساوي 100 مليمتر. أوكي، the permissible stress أعلى إجهادات ممكن أن يتحملهن الجوينت نتيجة الشير 120 ميجا باسكال، نتيجة التيرنج أو التنسايل ستريس 120 ميجا باسكال، نتيجة الشير 100 ميجا باسكال، نتيجة الكراش 150 ميجا باسكال. المطلوب find the efficiency of the joints، المطلوب الكفاءة. اوكي، هنا بعطيك ملاحظة. taking the strength of the rivets and double shear as twice than that of the single shear. يقول لك ملاحظة، ترى strength of the rivet الإجهاد أو الإجهاد اللي ممكن يتحمل الريفت بالدبل شير هو ضعف اللي بالسنجل شير. هذا الملاحظة احنا شرحناها سابقا، ممكن تستغني عنها. اوكي، بس هم راح اجي اشرحها بالمثال. اذا شنو اللي المطلوب من عندي كخطوة اولى؟ مدام احسب الكفاءة لازم احسب القوة مال البليت نتيجة الشير، والقوة مال البليت نتيجة الشير مال الريفت نتيجة الشير، والقوة مال البليت نتيجة الكراش، وأشوف منو أصغر واحدة من هذول الثلاثة. أصغر من واحدة أعتبرها هي القوة بي، أعلى قوة بي اللي ممكن أن يتحملها هذا الجوينت. أقسمها على افتراضا السوليد سترينث أو ذا سوليد بليتس، راح تطلع عندي الكفاءة. مبدئيا لازم احسب التيرنج، تيرنج ريزيستنس اوف ذا بليد. بالتيرنج احسب للبيتش الوحده، بالبيتش الوحده عندي ريفت واحد دايمتر واحد. طبعا راح احسب مثل ما دائما اكد لجزء واحد فقط، يعني مو تقول لي بانه بهذا البيتش عندي 2 ريفت، لا، انا اشتغل على جزء واحد فقط من هنا لهنا، فقط جزء. بهذا الجزء عندي ريفت للبيتش الوحده عندي ريفت واحد. فالمساحه شو تصير؟ البيتش ناقص الدايمتر في الثيكنس في الاجهاد 120. اوكي، بيتش ماينس دي في التي في السيجما تي 100 ناقص 25 في ال 20 تساوي لي في ال 120 طبعا الاجهاد تساوي لي 180 الف نيوتن. هذا شنو؟ اعلى قوه ممكن يتحملها الستركتشر نتيجه التنسال. اروح المن للشير. بالشير ايش عندي هنا؟ تنتبه لي كلش بالشير. بهاي الجزء، بهذا الجزء فقط، كم مساحه للريفت تتعرض للقص؟ شوفني، اولا
الريفت الواحد هنا يتعرض مرتين للقص، هنا وهنا. الريفت الواحد يتعرض مرتين للقص، ليش؟ لان عندي دبل كفر. فلهنا من اريد اطلع هذا البليت خارج، تخيل وياي انه هذا البليت راح اسحبه بهالاتجاه خارج، كم مساحه من الريفت راح تنقص؟ راح تنقص هاي المساحه وهاي المساحه من الريفت. فاذا مساحه الريفت باي على 4 دي سكوير، في كم مساحه راح تنقص؟ راح تنقص 2. اوكي، في كم ريفت عندي؟ عندي 1 2 نمبر اوف ريفت ان تساوي 2. اوكي، 1 على 2 فراح يكون عندي ان تساوي 2. في عدد المساحات اللي راح ينقصن 2، 2 في 2 في مساحة الريفت باي على 4 دي سكوير في شنو؟ في الاجهاد الشير 100، اعلى اجهاد ممكن يتحمله الريفت بالشير. Sharing resistance of the rivet n في 2 في الباي على 4 دي سكوير، ال n 2 في 2 في الباي على 4 25 من سكوير في 100 يطلع 196 و375 نيوتن، اعلى قوة ممكن يتحملها الجسم نتيجة الشير. يبقى عندي الكراش، اروح للكراش وافحص. شوف بالكراش طبعا هنا لو مطيني عرض الكفر لازم احسب الكراش بالكفر ايضا، لانه اذا صار عندي فشل بالكفر بليت بهذه فمعناها ايضا يصير عندي فشل بالسيستم كله. اوكي، بس بما انه هو ما مطيني الكفر فاني احسب فقط بالبليت الرئيسيه. بالبليت الرئيسيه كم مساحه راح تتعرض للكراش؟ مساحه هذا الريفت وهذا الريفت، فصارت عندي 2 ريفت. المساحه الوحده هي مقدارها دي في التي. اوكي، فارجع صارت عندي ان في الدي تي سيجما كراش، الان 2 25 دايمتر 20 الثيكنس اوف بليت 150 ماكسيمم كراشينج ريسيستنس او سترس سوري ميجا باسكال. ف من هاي المعطيات راح تطلع عندي اعلى قوه نتيجه الكراش هي 150 الف نيوتن. هسه نجي نقارن هذين الثلاثه، 180 الف، 196 الف و375 نيوتن، 150 نيوتن راح القى ال 150 الف نيوتن هي اصغر قوه، فهذه هي اختارها على انه هي الاصغر. وراها احسب شنو؟ سترينث اوف ذا سوليد بليت، سترينث اوف ذا سوليد بليت اللي هي بي في التي في السيجما تي 100 بيتش في الدي 20 في التي ثيكنس اوف بليت 20 في اعلى اجهاد ممكن يتحمل الجسم نتيجة التنسايل 120 راح القاها 2400 او 240 الف نيوتن. اقسم ال 150 الف نيوتن على 240 الف نيوتن تطلع الكفاءة 0.625، اضربها في 100% صار 62.5 بالمية. هذه كفاءة الجوينت اللي يريده. اهم شيء بالسؤال انه اتخيل، اني اتخيل الرسم او اتخيل الجوينتس اللي يصير عندي. هذين الثلاث امثله شرحناهم بالمحاضره، عندي المثال الرابع الخامس والسادس السابع الثامن التاسع، هذين كليتهن هوم وورك مطلوبات من عندك انت تحلهن. شكرا جزيلا.